نحن الآن في بلدة حاس في ريف إدلب الجنوبي. تعرضت هذه البلدة لغارات من قبل الطائرات التابعة لنظام الأسد. الغارات استهدفت وسط الأحياء السكنية. خلفي طبعا فرق الدفاع المدني تقوم بإطفاء الحرائق الناتجة عن استخدام القنابل الفراغية وسط بلدة حاس كما نشاهد. طبعا ونحن نتحدث الآن هناك قذائف مدفعية الآن تسقط على عدة قرى وبلدات في ريف إدلب الجنوبي من بينها بلدة حزارين. طبعا فرق الدفاع المدني تطلب منا إخلاء الموقع. نحن الآن في بلدة حاس في ريف إدلب كما نشاهد. خلفي هنا أحد الغارات الجوية التي استهدفت وسط بلدة حاس. الحرائق الآن تشتعل داخل بلدة حاس. طبعا هناك وقود يشتعل الآن.